كبار الأسماء أو الأسماء الكبرى من أهل التصوف نجدها دائما هناك من يختلف عليها هي أسماء مختلف عليها إنجاز التعبير لها المقام الرفيع ولها المحبة الكبيرة ولها الكرامات الوفيرة ولها مريديها ولها تابعيها ولكن لها من يختلف عليها ايضا، صحيح الاختلاف هو سنة البشر الاختلاف لكن تكون الاختلافات في القدرات في الخوارق من الامور في كيف يمكن ان يحدث هذا فيما يدس او يكون حقيقة ولكن ليس على قدر الاستيعاب البشري العادي ما هذا الحال يا دكتور؟ أقول لسيادتك هو أهل الله على أصناف وأنواع وأذواق وطبائع وسيدنا النبي من قبل ذلك يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة تختلف الطبائع فتنعكس عليها أنوار الشريعة بمذاقات مختلفة لكن علشان أكون أكثر تحديدا لما ندرس حال أهل الله وكبار أئمة التصوف عبر التاريخ وعبر الزمان هنلاقي أطياف وشرائح في منهم عدد من اهل الله بلغ فيهم الخلاف مبلغا وكان الفيلسوف الكبير دكتور عبد الرحمن بدوي عمل كتاب وفق في عنوانه توفيق بديع سمى الكتاب شخصيات قلقه في التاريخ شخصيه قلقه يعني شغلت حيز من الفكر قدم اطروحه فكريه ومشروع علمي ضخم لكن ترك انطباعات متفاوته بين من يراه شيخ الاسلام ومن يتهجم عليه من هذا القبيل من اهل الله مثلا ومن اهل الطريق الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي. آه. كم بلغ كم اختلف الناس فيه في اقوال اللي يراه قطب الاقطاب وختم الاولياء وامام السالكين وبين من يتهجم عليه واكاد يخرجه من ربقه آه الشريعه. من ومن كفره ويكفره. والفت في هذا كتب في غايه الكثره صحيح. يعني كتب حتى بلغت في في حده في نقاش العلماء في هذا. آه في نمط آخر طبعا من هذا القبيل الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي من هذا القبيل سلطان العاشقين بن الفارض من هذا القبيل عدد من الناس في نمط آخر من العارفين من عجيب شأنهم فتح الله لهم صافي ليس فيه هذا الحال هذا حال وهذا حال آخر تماما فنجد مثلا أن سيدنا الإمام الحسن البصري الذي تنتسب إليه كل الطرق الصوفية في نهاية المطاف مرضي عند الجميع لم يختلف المسلمون قط حول جلالة شأن الحسن البصري وإمامته وعلمه ونورانيته كل سلاسل الطرق الصوفية تنتهي في سندها الأعلى إلى الحسن البصري إلا الطريقة النقشة لسيدنا لسيدنا بكر الصديق فسيدنا الحسن ده مجمع, مجمع التصوف ومع ذلك نجد كل أرباب العلم في مختلف مدارس العلم يتفقون على الحسن البصري يتفقون على أبي القاسم الجنيد الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ يعني إمام العارفين وشيخ الزهاد وسلطان العارفين وأهل الله كلهم على إجلاله وابن تيمية الذي هو رأس السلفية يعظم جدا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإذا ذكره في مجموع فتواه يقول قال الشيخ عبد القادر قدس الله سره العزيز ويصفه بسيد الطائفه وبسلطان العارفين وشرح كتابه فتوح الغيب